بعرفش أدب قوي في الحاجات اللي زي دي، بس الحاجة الوحيدة اللي بعرفها ومتأكد منها إن اللي خلف ما ماتش. ولاد موسى السيف ما كانوش منى وعلاء وسناء بس، ولاد موسى السيف كانوا كتير اتعلموا منه إنه إزاي حياتهم يبقى لها معنى، إزاي يعيشوا لما يموتوا الناس تفتكرهم بحاجة كويسة وتفضل طول الوقت تذكرهم رغم غيابهم. ممكن ما يكونش أفضل تلامذة أستاذ سيف ولا أنجبهم ولا أكتر الناس اللي بيحاولوا يبقوا زيه في المحاماة، بس بتهيألي أكتر حاجة اتعلمت فيها من أستاذ سيف من وإحنا صغيرين كان دايما غيابه بيعلمنا زي حضوره بالظبط. فاكر وإحنا صغيرين خالص أول ما نبدأ نكبر بعرف إنه عمو سيف في السجن، بنبدأ نتعلم إنه يعني إيه الناس تدفع تمن قضية هي مؤمنة بيها. بشوف علاء وهو صغير وهو بيعمل حزم العدد عشان يعد الأيام اللي فاضلة على خروج الأستاذ سيف. بنكبر شوية بنشوف مكتبه الصغير في فيصل اللي كان أي حد غلبان وأي حد فقير وأي حد عنده أي مشكلة بيروح المكتب وما بيشيلش هم إذا كان معاه فلوس يدفع أتعاب ولا لأ. بنكبر شوية بنتعلم إنه مكتبه أو مركز هشام مبارك للقانون أو مركز المساعدة القانونية اللي طول الوقت كان فاتحهم لكل الناس اللي بيختلفوا مع بعض بيتجمعوا عنده ويشوفوا النقط اللي هيتفقوا معانا على بعض مع بعض عليها. امبارح وانا قاعد مع حد من الزملاء اللي المفروض بيشتغلوا في القضية اللي كانت بتنظر النهاردة، اول مرة احس انه في مشكلة كبيرة، لانه اول مرة نواجه نفسنا بالسؤال انه مين اللي هينظم الدفاع. طول الوقت كان عندنا احساس في القضايا اللي ليها علاقة بالحريات انه الاستاذ سيف موجود يبقى احنا مش لازم نشيل هم، هو هيقول كل واحد هيشتغل على ايه، هو هينظمنا، ولو حد فينا حصل له حاجة كلنا عندنا ظهر اسمه الاستاذ احمد سيف. ما عنديش كلام كتير اقوله، في ناس كتير في القاعه ممكن يبقوا عارفين عنه حاجات اكتر مني وعصروه وهو ليه افضال على ناس كتير، بس الحاجه الوحيده اللي انا مهتم اقولها انه عذرا يا عم سيف ان احنا ما قدرناش نخليك تشوف البلد اللي انت حلمت بيها وقضيت 63 سنه عشان تبنيها. عذرا يا عم سيف ان احنا في الوقت اللي انت سبتنا فيه كان ولادك مش معاك. عذرا يا عم سيف ان احنا ما قدرناش نحقق لغايه دلوقتي كل اللي انت بتحلم بيه، ووعد اكيد هنورث لخالد وجيله بلد انت كنت بتحلم بيها وعلمتنا نحلم بيها.